انضم الينا مباشره من بغداد الخبير الامني فاضل ابو رغيف. سيد فاضل اهلا بك، شكرا لقبول الدعوه. يعني بعد هدوء نسبي، ماذا يعني عوده موجه التفجيرات في العراق الان في بغداد نتحدث؟ لماذا الان؟ نعم استاذ، معا تحيه طيبه لك ولمشاهدي قناتك الكريمه، والرحمه للشهداء الذين سقطوا وللجرحى الذين تضرجوا بدمائهم. يعني استاذ معا، كما تعلم ان بغداد شهدت في غضون 3 سنوات منقضيه استقرارا امنيا كما بين جنابكم، لكن التنظيم لديه دائما مجسات سياسيه يضعها سنسرات على الوضع السياسي. كلما احتقن الوضع السياسي، كلما تأزم، يحاول ان يلج مستغلا، لان باعتبار ان التنظيم هو تنظيم انتهازي واستغلالي، وينتهز اي فرصه واي ثغره اي امنيه واي منطقه رخوه يلج من خلالها لينفذ بعض العمليات. التنظيم استاذ معان هيكل كل ما يسمى بولاياته، الا ولايه واحده سماها بولايه شمال بغداد، حتى انه ولايه جنوب بغداد وولايه بغداد هيكلها وعبأها في ولايه شمال بغداد. الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما فجر هذا اليوم، اعتقد انهما يرجعان الى ما يسمى بولايه شمال بغداد، واعتقد ان يعني الاجهزه الاستخباريه قد تكون كانت تمتلك المعلومه ووفرت المعلومه واعطت التحذير، الا ان القطاعات الماسكه كانت متقاعسه نوعا ما عن التفاعل والتماهي للحقول دون حدوث مثل هكذا انفجار. لذلك اعتقد ان الذي وقع اليوم يستحق المراجعه بطريقه جديه فيما يتعلق باصل القطعات وتدوير القطعات المتواجده، باعتبار ان ساحه التحرير وساحه الطيران فيها سمات متعدده. ساحه الطيران تكاد تكون هي يعني ساحه التحرير اقصد هي اللوجو، هي البراند المعلوم، لكن سيد الى يومنا هذا. سيد فاضل، واضح عذر مقاطعتك، يعني بحسب يعني العديد من شهود العيان، عناصر قوات الأمن الوطني بالتحديد ينتشرون بكثافة في منطقة الباب الشرقي. لواء يحيى رسول يقول في حديث لوسائل إعلام محلية، يقول إن الأجهزة الأمنية كانت لديها معلومات حول الإرهابيين قبل التفجير، لكنهم استشعروا بالملاحقة وكانوا أسرع بعملية التنفيذ. يعني السؤال الأبرز، كم هي المدة عادة بين توفر المعلومة مثل هذه والتحرك ضد الأهداف؟ كم تأخذ من الوقت؟ يعني استاذ، نعم سؤال منتج. يعني اولا استاذ معان، انت تعلم جيدا وخلال المتابعه والاعلام وما ينشر عن التنظيم وعن جرائمه وما هو يقوم هو بنشره اصلا التنظيم، يعني هو الحزام الذي يعتمره الانتحاري عاده يكون اما بيده واما مقبضه يضعه تحت يتأبطه. لذلك يعني حتى اذا اقبلت عليه اي اجهزه امنيه تريد ان تفككه او تهاجمه او تقتله، هو سيقوم بضغط الزر لهذا الحزام الانتحاري والارهابي ويقوم بتفجير نفسه. بمعنى ان الوقت هنا معدوم نوعا ما، حتى اذا في لحظه استهدافه وقتله من قبل الاجهزه الامنيه قطعا سيقوم بضغط الزر حتى وهو في لحظه الاحتضار، لأنه أولا التنظيم تنظيم عقائدي، تنظيم يعني أيديولوجي، وتنظيم شرس جدا يريد أن يوقع أكثر عدد من الخسائر، سيما إذا علمنا أن هذه المنطقة منطقة يرتادها الكادحون ويرتادها الفقراء والمعدمين. هذا إذا علمنا أن بالفعل هذا التفجير قبله واحد ب3 سنوات كان أيضا لناس يأمون هذا المكان، كانوا يتبضعون ويشترون ملابس قديمة نصطلح عليها بالعراقي البالة. لذلك أعتقد أن الذي جرى قد يكون خارج المعتاد، حتى وإن كان تم تشخيصه، لكن هذا لا يعني أنهم يفلتون من زمام العقوبة والمساءلة، باعتبار الذي حدث هو معلوم مسبقا كما قال يحيى رسول، لكن كان يحتاج له سرعة بالتماهي أو على أضعف الإيمان تفريق لعديد المواطنين حتى تكون الخسائر أقل. هذا إذا علمنا أيضا أنه استخفل وحاول يستغل الروح الاجتماعية. أستاذ فاضل، المعلومة الاستخبارية كانت متوفرة بحسب يحيى رسول، المعلومة الاستخبارية متوفرة وتم تشخيص العنصرين. السؤال الأبرز، ما الذي نحتاجه الآن؟ يعني موجودة استخبارات، موجودة قوات أمن وطني كشفت هذه الخروقات، لكن كيف يمكن إيقاف هذه الطريقة التي يمكن بها إيقاف هذه الخروقات إذا كانت المشكلة هي عدم توفر معلومات استخبارية؟ الآن المعلومات موجودة. يعني أولا تعزيز الجهد الاستخباري، دعم الجهد الاستخباري، التفتيش على القطعات، تثقيف، دورات تثقيفية لجميع الباعة المتجولين، للناس عبر الإعلام،
بضرورة التنبيه على الشخص الانتحاري أنه شخص مرتبك، شخص فوضوي، شخص يرتدي ملابس في موسم الشتاء تختلف عن موسم الصيف، شخص تحركاته وسلوكياته واضح عليها الارتباك. لذلك ينبغي تفعيل رفع مستوى الحالة المعرفية والتثقيفية لدى المواطن بضرورة الابتعاد أو بضرورة الإخبار بصورة عاجلة. طيب. وإن يكون هي ليست مسؤولية المواطن بالدرجة الأولى والمقام الأول، هذه تقع على مسؤولية الأجهزة الأمنية ابتداء سيما الاستخبارية منها. لذلك أعتقد ما حدث اليوم هو خرق كبير جدا تتحمله القطاعات الماسكة. لذلك ينبغي إعادة تدوير هذه القطاعات ومراجعة عاجلة لهذه القطاعات. وأعتقد أن الذي جرى طبعا هو خارج السيطرة حتى وإن كان واضح. يعني لعل هنالك من يتساءل، هل تعتقد أن لهذا النوع من التفجيرات، هذا النوع بالتحديد، له أبعاد سياسية؟ أنا يعني التنظيم يعني أولا هو غير مرتبط بجهة سياسية قطعا، يعني الكتل السياسية حتى وإن اختلفت فيما بينها لا يصل الحد لأن ترسل انتحاريين. لا نريد أن نحمل الموضوع أكثر ما هو فيه. التنظيم اعتدنا عليه منذ أكثر من 17 عاما خلا يعتمد استراتيجياته البالية الأربعة: التفخيخ والانتحار والقتل والمفخخات. فهذه واحدة من أدبياته البالية التي اعتدنا على رؤيتها وتعودنا على أن نتعايش معها، سيما ما قبل عام 2017 حينما انتهت وانكسرت ما يسمى بدولة التمكين الداعشية. الباقي هو تعزيز ما تم التوصل إليه من انتصارات في عام 2017 بعد أن خاض جميع صنوف أبناء الجيش العراقي والشعب العراقي معركة طاحنة ضد التنظيم في عقر داره في غرب وفي شمال البلاد. شكرا جزيلا من بغداد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، شكرا لك مرة أخرى سيدي.